يا ربي يا ربي يا ربي، بعد عليا الدبانة يا ربي، إنك ولي ذلك والقادر عليه. شاش لحنوم هذا قلت. في اطار الحملات التمشيطيه اللي تنديروا شويه للويب المغربي، ضروري ما نشوفوا الطوندونس ديال اليوتيوب المغربي اللي كيجاوبنا على واحد السؤال مهم، واللي هو اشنو كيشوفوا المغاربه، شنو هما اكثر الفيديوهات مشاهده في المغرب. والفيديو اللي متصدر حاليا هاد اليومين هادو هو الفيديو ديال الفنان طاليس، سكيتش بعنوان بيبي صلاح وفات، وانا دخلت وشتها وغادي ندخل فيها طول وعرض. والاهم من هذا الشيء وغادي نبين لكم الرسائل الخفيه اللي كدوز لينا من هذا الفيديو هذا. اول حاجه غادي تقولها في دماغك هي لا الياس، ما متفقش معها شي حاجه ما تدخلش تشوفها. علاش اخويا ما نشوفهاش؟ حتى انا اخويا بغيت نضحك شويه، مالي انا ما نضحكش؟ واش حساب ليك حنايا معقدين، حنايا ما تنضحكوش ولا شنو؟ ولكن حنايا ملي كنشوفوا شي حاجه ما كنشوفوهاش فقط من اجل المشاهده، ديما كتبقى ديك العين النقديه والعقل الواعي باش ما يدوز لك حتى شي فيروس. ما خصش الانسان يبقى غير ضاحك وهما ضاحكين عليه. الناس اللي واعي كيكون عندهم اللقاح، كيكونوا دايرين الجلبه ضد هاد الفيروسات اللي هي اخطر من فيروس كوفيد 19. زعما انت بغيتي تقول لنا زعما راني واعي وتواضع معنا بركه من العياقاس. الوعي اخويا راه ساهل، راه ماشي شي حاجه صعيبه على ما بغيتيش. وانا دابا غادي نقول لك شنو هو اللقاح اللي خصك ديرو ضد هاد الفيروسات اللي كينشرهم الاعلام. اللقاح بكل بساطه هو الدين، رجع لدينك، تعلم دينك، قوي ايمانك وصلتك بالله سبحانه وتعالى. وكان واعد كان هاد الفيروسات هادو ما غاديش يبقاو ياثروا فيك، واخا كاع دخلت تشوف شي فيديو فاسد بحال هكا ما غاديش ياثر فيك. علاش دخلت نشوف هاد الفيديو هذا؟ لانه من مسؤوليتي ومن واجبي انني نوصل هاد الرساله هادي وما نخليهاش حكر عليا. كيفاش غنحضر من شي حاجه ولا غادي نبين الحقيقه ديال شي حاجه وانا اصلا ما شفتهاش؟ ممكن انك تقول لي اميت الباطل بعدم ذكره، غادي نقول لك صباح الخير اخويا، واش عايش معنا ولا لا؟ راه هاد الشيء كيضرب الملايين، راه تيشوفوه الملايين ديال البشر. وهاد الناس هادو ما خصناش نخليهم هكا، خصنا نوصلو لهم حتى حنا الرساله. شافوا وسمعوا من عند هاد الجهه هادي، يشوفوا وسمعوا حتى من عند هاد الجهه هادي ويخدموا عقلهم. وهذه هي سنه التدافع في الارض. ومع الاسف سكت اهل الحق عن الحق فظن اهل الباطل انهم على حق. شنو دابا نبداو نقولوا بسم الله؟ لا بلاتي، ممكن انك تقول لي ودي راه هادو غير تيمثلوا وتيعكسوا لنا الواقع اللي كاين. غادي نقول لك باللي كيعكسوا جزء فقط بسيط من الواقع، ماشي الواقع كامل، والا الواقع فيه بزاف ديال الناس الصالحين وبزاف ديال الاشياء جميله. وهاد الفئه هادو كيعكسوا لنا واحد الجانب متسخ من الواقع، وبجهد ما تيعكسوه تيعكسوه تيعكسو حتى ولا واقع وتيزيدوا يساهموا فيه وتيزيدوا يطبعوا معاه، كيولي طبيعي. حدث عندنا في عقولنا واحد التطبيع مع هاد السلوكيات الفاسده في المجتمع. شفناها النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، النهار الرابع، النهار الخامس، بشويه بشويه ولات كتبان لنا عادي. وبكثرة ما كتعاود الحاجه وبكثرة ما كتشوفها بزاف، الانسان كيستمر الفعل ديالها وكيتجرأ عليها وتيتشجع انه يديرها. والفنان طاليس معروف عليه من شحال هادي انه ديما تيطبع مع هاد الاشياء الفاسده. مثلا السلسله ديالو القديمه ديال ملي تكون خارج مع صاحبتك، ملي تكون داخل مع صاحبتك، كيجبد لينا مواقف اللي كيطراو مع الدري اللي كيكون مصاحب مع البنت، وبطبيعه الحال كان سبب في تشجيع بزاف ديال الناس انهم يتصاحبوا، وخا ما تبان ليهمش واضحه، ولكن هاد الناس هادو اللي كيديروا هاد الاعلام الفاسد هذا طريقة غير مباشرة كيكونوا هما السبب في الأمهات العازبات، هما السبب في الأطفال اللقطاء. أوكي درتي فيديو ضحكتي فيه على هذاك اللي مصاحب مع هذيك، وفي نفس الفيديو وصل رسالة أن هذه العلاقة محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى. وهذه كلمة ديال تحرام كتقزز بعض الناس. شنو دابا نبداو نقول بسم الله؟ بسم الله. الحلقة كتبدا بفاتي كتفيق صلاح باش يحل ليها القرعة، الحك ديال مطيشة، كتقول ليه نوض نوض حل ليا القرعة. صلاح ملي سمع القرعة قال لها صبري صبري يمشي نجيب القطعه. وهاد القطعه شي حاجه كتستعمل ملي كيكونوا كيشربوا الشراب، وهي تقول لي ويلي رمضان هذا وانت يا ما حشمتيش باغي تتقرقر وتشرب. وهذا المشهد هذا واخا المده ديالو قليله ولكن كيعطينا بزاف ديال الرسائل، واخا بزاف ديال الرسائل قليل بزاف اللي كيجلس مع راسو بدا يحلل فهاد الرسائل. كما كيقولوا جميع الفنانين الفن راه رساله، ولكن كاين جوج ديال الامكانيات، يا اما غتشد ديك الرساله وغتفهمها وتحللها مزيان وتحطها في البلاصه ديالك في الدماغ ديالك، ولا كاين شي ناس الرساله كتجي كتدخل وكتاخد بلاصتها في الدماغ وكتحكم في السلوكيات ديالو مستقبلا. وملي كتضحك الدماغ ديالك كيفرز واحد الهرمونات ديال السعاده، والميساج كيدخل وكيشد بلاصته في واحد القنيت مزيان، وما كتحس براسك حتى شي نهار بدون شعور كتخرج شي حاجه شتيها شي نهار في شي فيلم ولا مسلسل. اولا هاد الفئه هادي اللي كيجسدها طاليس في شخص صلاح وفاتي موجوده، فعلا موجوده، ما نقدروش ننكروا الوجود ديالها في المجتمع. ما عرفتش واش حنايا متفقين باللي هاد الفئه هادي غلطه وخاصها التغيير. انا كنظن ان طاليس والامثال ديالو من المنتجين ديال هاد الرداءه هادي هما سبب من الاسباب ديال الوجود ديال هاد الفئه هادي
وبقاء هاد الفئه هادي وانتشارها، وهذا التجسيد ديال هاد الفئه من الناس هادو طبيعه الحال فيه تحقير ليهم واستهزاء بهم. كما طاليس والمنتجين ديال هاد الاعمال هادو ما يقدروش انهم يستهزئوا بخوتنا وحبابنا الامازيغ مثلا، لانهم عارفين باللي خوتنا الامازيغ ما غاديش يسكتوا ليهم وغادي ينوضوا ليهم، ولكن هاد الفئه من الشعب المطحون عادي جدا انهم يضحكوا عليها ويستهزئوا بها ويحقروها بهذا الشكل هذا. ندوزوا القضيه ديال الخمر. صلاح ملي سمع القرعه وبغى ينوض، بغى يمشي يجيب القطعه، فرحان في النهار ديال رمضان باغي يشرب. والجواب ديال فاتي قالت ليه واش ما حشمتيش، لاحظتي قالت ليه واش ما حشمتيش، ما قالت ليهش راه شرب حرام. كلمه حرام ما كنظنش انك شي نهار غادي تسمعها، حيت هي كلمه دينيه وكتعطي واحد الرساله رادعه كتردع بها اي مسلم بغى يستحل هذا الامر هذا ولا بغى يجربه. كتفكر وكترسل ليه رساله غير مباشره للدماغ ديالو باللي هادشي حرام، انت مسلم. نسيت ما قلتش حنايا في المغرب راه مسلمين، يعني 99% من المغاربة مسلمين، وهاد الناس كيوجهوا رسالة للمسلمين. وهذا الشيء كيجرنا لموضوع مهم جدا واللي هو تديول الفولكلوري. بزاف ديال الناس مع الاسف الدين بالنسبه لهم هو مجرد طقوس فولكلوريه، وهذا الشيء اللي تيخلي بزاف تيصوموا ما تيصليوش، وهذا الشيء تيخلي بزاف ديال البنات مازال كيقول لك حنايا ما اقتنعناش بالحجاب، وهذا الشيء اللي كيخلي شي ناس تيصليو ولكن مع ذلك ما عندهمش مشكل انهم يمشيو للقبره ديال شي واحد ميت وبداو يطلبوا منه البركه وداك الشيء. وهذا الشيء اللي تيخلي وحده راقصه رموك كتدخل وتقول لهم انا ملي كنبغي نرقص قدام الناس وقدام الرجال كندير الدعاء قبل ما ندخل نرقص قدام علامة الناس. وهذا الشيء اللي كيخلي هذوك الفنانين اللي كيديروا فيديو كليبات فيهم البنات كيشطحوا والعري وداك الشيء، وملي كيسولوه كيقول لك النجاح ديال الكليب ديالي كان بفضل من الله سبحانه وتعالى وكرم من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على نجاح الكليب ديالي اللي فيه العاريات كيشطحوا. يا سلام، هذه نعمة من الله، الله يلحني يا الله. اش واك غتقول؟ واش كتحمد الله سبحانه وتعالى للذنوب اللي كتاخذها؟ الحمد لله على الفساد اللي قاعد تتفسد في هذا الجيل هذا وهذه الامه هذه. وهاد الناس هادو صراحه تيجيبوا لي الكاو، هاد الناس مبوقين واحد التبويقه 5-5، وكيفاش غادي نديروا دابا باش نصحيهم؟ وصحوا معنا صاحبي. وهذا التدين الفولكلوري كيبان في مشهد اخر من مشاهد هذه الحلقه هذه ديال فاتي وصالح. فاتي اللي هي واحد المسلمه اللي من المفروض انها صايمه في النهار ديال رمضان، طالقه الشعبي في ودنيها وقاعده كتشطح في الكوزينه. اسميتك زعما رمضان هذا زعما ما تلقيش شويه ديال القران الله يجازيك بخير، عليك انت على مصلحتك زعما لا بغيتي زعما. والراجل قاعد وعاطيها للنقير وكيحقر في العمل ديالها والتوجات ديالها ديال الماكله، وباش زاد كملها وجملها قال لها فايقاني مع ال11، واش كاين شي واحد كيفيق مع ال11 في النهار ديال رمضان؟ قال لها واش بغيتيني انا نصوم النهار كامل؟ قال لها باللي هو ماشي مؤمن لديك الدرجه كاع، قال لها بالضبط نص نهار كافيني معاك وقادي لي الغرض. وانا بغيت نفهم اش من غرض قاضي لي هذا الصيام ديال نص النهار، ما فهمتش. وانا دابا كنناقش صالح، دابا صالح ماشي طاليس، هذيك الشخصيه اللي مجسدها هذاك السي طاليس، وانا تنناقشها لان كثيره في المجتمع وضروري هاد الناس هادو اللي كيفكروا بحال هاد صالح هذا ضروري نوصلوا لهم الرساله. او حتى فاتيره كاينه مع الاسف كثيره في المجتمع. وهذا الشيء علاش في 2017 تسجلت 100,000 حاله طلاق في المغرب. هادشي في 2017، 2018 غدا وكتزيد، 19 كتزيد، 20. علاقة صلاح وفاتي ما فيها لا مودة لا رحمة لا احترام لا استحمص، علاقة كلها عنف وحقارة وهزال الهضرة وقلة الاحترام، علاقة فيها حشيان الهضرة وفيها الضرب، علاقة كتبين المرأة اللي استرجلات، المرأة المسترجلة كيفاش كتتعامل مع راجلها، طريقة وقحة جدا مقززة. وحنا متفقين بلي حتى شي واحد ما غادي يبغي ان مراته تتعامل معها بهذه الطريقه هذه، وبطبيعه الحال حتى شي وحده ما غادي تبغي راجلها انه يتعامل معها بهذه الطريقه هذه الا كانت مراه مسلمه. ولكن ملي غتبغي تزوج كاينه واحد الامكانيه كبيره انك تلقى طيح في شي مراه بحال هكا اللي غتعاملك بنفس الطريقه ولا فيها شويه من هاد فاتي هذه. ومع الاسف حتى انت يا الاخت ملي غتجي تزوجي ممكن انك تطيحي في شي راجل بحال هاد السي صلاح، اولا طحتي فيه ما تلوم غير راسك لانك انت حتى انت من بين الاسباب، لانك انت اللي كتشجع هاد الشيء وطالقه وكاع تتكركر عليه. ملي كيديروا العروض ديالهم في المسارح كتمشي كتخلص الفلوس باش تدخل تشوف. وهذا الشيء كيوقع بطبيعه الحال ملي كتلغي الدين من الحياه، ملي كتلغي الدين من المعاملات، ملي كتلغي الدين من الاعلام، ملي كتلغي هاد الدين هذا اللي هو ركيزه اساسيه
اللي كتصلح لنا المجتمع والاخلاق ديال المجتمع، مع الاسف كتطلق اللعب لهاد الناس هادو وكيكثروا لك فاتي في اللغات وكيكثروا لك صلاحات. بلا ما نهضروا على ان الحلقه فيها عنف ضد الرجل، فاتي ضربات صلاح بالمدلك حتى غيباته، هو عجبو الحال لانه غيبقى ناعس النار كامل ديال رمضان، فكيقول له حتى هو ضربيني وفيقيني قبل المغرب بشويه. ها 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 مشهد مضحك. ها 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 اخويا اختي خصنا نصحاو، خصك تصحى وما تخليش هاد الناس يجريسيوك في رمضان. راه تيجريسيوك هاد الناس هادو، راه تياخذوا لك الوقت ديالك وكياخذوا لك حياتك وكيزيدوك في الذنوب والمعاصي. وعا معنا صاحبي، صحى معنا صح، العمر راه كيدوز بالزربه. الناس صاحبي راهم دابا في رمضان وراهم عطينا القران، كاين واحد الناس ما تيبينوهمش في هاد البرامج هادو، ما تشوفوهمش في التلفازه. عطينا القران، عطينا العباده، عطينا الصلاه، كيمرغوا الجباه ديالهم في الارض، كيتقربوا من الله سبحانه وتعالى، كيبكيو خشوع على الله سبحانه وتعالى. وانت عطيها التكركير والضحكه صاحبي، واش بغيتي الجنه فابور؟ حسبتك الجنه سهله غير هكاك؟ رجوع لله، راه الا بغينا نبقاو في هذه الحلقه هذه ونجبدوا الرسائل الكثيره اللي وصلت في هذه الحلقه هذه، راه ما غاديش نسالي. ولكن انا ما بغيتش نطول عليكم بزاف، نصيحتي هو انكم ما تشوفوش هذا الشيء، والا شفتوه شوفوه بوعي. علاش هما كيطلعوا في التوندونس؟ حيتاش عندهم الناس ديالهم مع الاسف كيتفاعلوا معاهم، كيديروا جيم للفيديو، كيديروا بارطاجي، كيكتبوا شي تعليق، كيتفاعلوا مع الفيديو. وانتوما كتبخلوا علينا صاحبي بالتفاعل، وصلتي حتى لهنايا وما باغيش تتفاعل، وتفاعل معنا صاحبي، خلي لنا شي جيم، ولا الا ما عجبكش دير جيم با، دخل كتب لنا شي تعليق، عطينا شي نصيحه، تفاعل معنا، بارطاجي الفيديو، خلق واحد النقاش، وصل واحد الرساله، راه هادشي اللي كاين. وحاولوا حتى نتوما انكم توعيوا الناس اللي قراو بليكم والناس اللي دايرين بكم، ما فيها باس انكم تعطيوهم هذا الفيديو هذا انه يشوفوه، لا الله وعسى يسحاو شويه. والمهم اللي مازال ما شافش الفيديوهات الاخرين يدخل يشوفهم. احبكم في الله، شكرا على المتابعه، والسلام عليكم.